السلام عليكم. وجهت جمعية الأمانة لحماية المستهلك بالجزائر نداء عاجل للسلطات العليا في البلاد من أجل التحرك العاجل لإنقاذ ولاية سطيف في ظل انتشار الرهيب لوباء كورونا. وفي منشور للجمعية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أشارت إلى أن ولاية سطيف في حالة جد كارثية، مؤكدة أنه تم تسجيل أكثر من 40 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، وذلك بسبب عدم التزام الوقاية وبسبب سوء التسيير المركزي والمحلي للأزمة. وأضافت الجمعية أن الخلل يعود إلى عدم تنظيم توزيع الأكسجين ونقص كميتها، مطالبة بفتح تحقيق أمني لاكتشاف حقائق الأزمة.